حروح هسه إلى قصة شاب عراقي. طبعا هذا الشاب خريج كلية الهندسة، وبعد ما تخرج من الكلية لكن ما لقى وظيفة بشهادته، اضطر إنه يشتغل سائق تاكسي. طبعا احنا عندنا كثير مثل هذا الشاب انه ما يتعينون بشهادتهم، يضطرون انه يشتغلون شغله ثانيه حتى يقدرون يحققون ولو جزء بسيط من معيشتهم اليوميه. فخلينا هسه بكر نشوف قصه هذا الشاب. اهلا وسهلا، انا وليد خالد، مواليد 83، خريج قسم الهندسه الكيميائيه جامعه تكنولوجيه. اشتغل سائق تاكسي كون تعيينات ما متواجده ولا اكو اي وظيفه، واضطريت انه اشتغل تاكسي، ما اكو اي شغله موجوده حاليا بالبلد هذا. والله كانت الدراسة يعني بوقتها يعني سهلة، ما لقينا أي صعوبة، فكملنا يعني الدراسة وإحنا مرتاحين، وتخرجنا كنا متأملين أنه راح يصير بهذا البلد في التغيير، يصير شيء، وماكو نفس النتيجة، أي شيء ما تغير. أنا من تخرجت من الكلية بالبداية فتحت محل بسيط مع الملابس، حاولت أنا أكثر من مرة على تعيين، ماكو ما حصلت أي تعيين، لأنه تحاكي على تقول له يا بريد فلان تعيين مكان يعني فد وزارة فد شيء، وزارات بفلوس، كل وزارة لها مبلغها زين. فحاولت أول مرة فتحت محل مع الملابس ما نجحت بي، رحت قدمت تعينت بأجر يومي بالصحة، 7 سنوات أنا أداوم أجر يومي. قابلت وزير الصحة بوقتها بال2013، كان الدكتور محمد مجيد حمد، المهم فوافق على تثبيتي. راح الأمر دائرة صحة الكرخ طبعا، وظلت المعامله مثل ما هي، ابد لا تقدم بيها شيء ولا، و7 سنين راحت هيك من عمرك. يعني همي انا قدمت في الخدمه ما حد قدرها هاي الخدمه، وراحت وبطلت من عندها، واشتغلت بمستشفى اهلي، اشتغلت بشركات اهليه بمصفى بيجي هيك يعني هاي بعدين اخر شيء ما شفت يعني، بس ما بقت قدامي بس التاكسي. والله بصراحة شوف، هي شغل التاكسي أحسن من ما يعني شلون أقول لك، واحد يعني يقعد بالبيت ويسكت. أنا خاصة يعني جت فترة، مرت فترة علي يعني عشت ظروف كلش صعبة، بس ما قعدت نهائيا، قلت لازم أسوي فد شيء لي ولأهلي. صحيح ماكو يعني شلون اقول لك، ماكو امل من وراء حكومتنا، بس واحد لازم يخلق لنفسه الامل. وانا يعني حتى من خلال قناتكم قناه الشرقيه، وتعرفون انتم هوايه شباب خريجين، وهوايه يعني هوايه مناشدات تجي من الخريجين لكم توصلكم، بس ماكو حل يعني من قبل الحكومه. فاني اوصي الشباب انه ما يقعد، يعني لازم يحرك نفسه شويه، لانه الحياه تتطلب هواي امور، فاذا هو يقعد ويسكت ماكو يعني ايش راح يقدم لنفسه؟ ايش راح يقدم لاهله؟ هذا مو انصاف منك، غيبتك هلقد تطول الناس، لو تسالني عنك
شكرا.